المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عقد النهاردة مؤتمر صحفي لإعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية. دعا خلال الناخبين في الداخل إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية أيام 26 و27 و28 و28 من مارس المقبل، أي بعد 77 يوم بالضبط من النهاردة. نشوف جانب من هذا المؤتمر. بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا بحضور مختلف وسائل الإعلام للإعلان عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية وإجراءاتها. انتخاب المصريين بالخارج من يوم 16/3/2018 وحتى يوم 18/3/2018 السادس عشر، توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثانية في اليومين السابقين على يوم الاقتراع في الداخل يومي 24 و25/3/2018. وقد أعلنت اللجنة قرارها رقم 1 لسنة 2018 بخصوص العملية الانتخابية الذي ينص على أن تجرى الانتخابات على 3 أيام داخل مصر وتكون في مارس المقبل. الانتخاب بالداخل 3 أيام يوم 26 و27 و28/3/2018. الثامن عشر، انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع يوم 29/3. وقد حددت اللجنة 389 مكتبا لتوثيق التوكيلات للمرشحين، بالإضافة إلى استحداثها مكاتب بالمحاكم الابتدائية لإمكانية تغيير الناخبين لمواطن انتخابهم من محافظة لأخرى. إعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 2/4/2018. الثاني والعشرين، تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا يومي 3/4/2018. وتعد هذه الانتخابات هي رابع انتخابات تعددية منذ ثورة 25 يناير، وتجرى تحت إشراف اللجنة الوطنية للانتخابات التي نص الدستور على تشكيلها، اللجنة التي ناشدت المصريين بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات وتحديد رئيس الجمهورية القادم.